section 2.3 sum and the difference identities. يعني ايه sum of sum and difference identities, how to find the sum and difference for sine and the cosine. يعني ازاي احسب sine sum of two difference angles x plus y و cosine x plus y. يبقى ده بحسب مين sine and the cosine sum of two angles. طب ازاي احسب sine x minus y and x cosine x minus y. يبقى هنا بحسب ايه, how to calculate, how to find sine x plus y او cosine x plus y, sine x minus y, cosine x minus y, and sum and the difference identities for tangent function اللي هي التاني. ازاي احسب, how to calculate tan sum of two difference angle and tan two difference angle x minus y. يبقى هنا ده sum وده difference. Double angle, double angle, what is the meaning of double angle؟ يعني لو الx equal y, يبقى هنا substitute y by x, يبقى x plus x equal to x. How to find sine 2x and cosine 2x and tan 2x. يبقى if x equal y, we can substitute y by x, then we have x plus x equal to x. يبقى sine 2x, دي بنسميه double angle identities. How to find sine 2x, cosine 2x and tan 2x. Part 1, sine x plus y, sine sum of two angles, x plus y, equal sine x cosine y plus sine y cosine x. Sine x minus y equal sine x cosine y minus sine y cosine x. Double cosine, cosine x plus y equal cosine cosine minus sine sine. Cosine x minus y equal cosine cosine plus sine sine. يبقى لو في الساين ده بلس يبقى هنا بلس, نيجاتيف او ديفرنس يبقى هنا ديفرنس. في الكوزاين هنا بلس يبقى هنا نيجاتيف عكس الاشاره, هنا نيجاتيف يبقى هنا ايه بلس عكس الاشاره عندك. يبقى تاني ساين اكس بلس واي ايكوال ساين كوزاين بلس ساين واي كوزاين اكس, العكس ساين اكس ماينس واي نفس الكلام بس هنا ديفرنس ماينس. كوزاين عباره عن كوزاين كوزاين ماينس ساين ساين. Use example one. Use a sum identity to evaluate sine 150 exactly without using calculator. إزاي نحسب sine 150 عن طريق sum identity. يعني sum identity معناه plus. يبقى أنا أشوف two angles السم بتاعهم equal كام 150. Sum لأن هو قال لي sum. يبقى أحسب two angles السم بتاعهم equal 150. بس two angles يكون أنا عارف أحسب السين والكوزين بتاعهم. فممكن أستخدم مين؟ يبقى ممكن اخلي ال 150 عباره عن كام؟ ايكوال فور اكزامبل مثلا كام؟ 90 بلس 60. لان انا عارف الساين والكوزاين بتاع 90 والساين والكوزاين 60 يبقى السم ايكوال 150. طب لو كان قال لي ديفرنس كنت اختار تو انجلز الديفرنس ايكوال 150 يبقى كنت اقدر استخدم كده 150 ايكوال 180 ماينس 30. يبقى لو قال لي سم يبقى وي فايند ايه تو انجلز السم ايكوال الانجل اللي مطلوب عندنا اللي هي 150. ديفرنس يبقى الديفرنس بين تو انجلز تو نون انجلز اللي انت عارفهم الساين والكوزاين بتاعهم. طيب يلا يبقى هنا هو بيقول لي ساين, يبقى ساين انا عارف ان ساين اكس بلس واي ايكوال ساين اكس كوزاين واي بلس ساين واي كوزاين اكس. ايوه ده الروت بتاع الساين. يلا substitute الاكس باي 90 مثلا والواي ب 60 يبقى اقول هنا ساين 150 اللي هو ايكوال كام؟ ساين 90 بلس 60 ايكوال ساين 90 وزين 60. طبعا مش فارقه ده بلس مش هتفرق ابتدي بال 90 الاول ولا 60 الاول, من الاكس والواي مش هتفرق, بلس ساين واي اللي هي ساين 60 ايوه كوزاين 90 ايكوال يلا ساين 90. 90 دي من الليترال انجل, 90 هنا احنا عارفين الزاويه 90 البوينت بتاعتها اسمها 01. يبقى ساين 90 بكام؟ ب 1. الرقم الاول هو الاكس ده كوزاين والواي هو الساين. يبقى هنا ساين 90 ايكوال كام؟ 1 تايمز كوزاين 60. انا عارف الترانجل هنا ده لو 60 وهنا 30 يبقى هنا 1 رول 3 وهنا 2 يبقى كوزاين 60 ايكوال كام؟ 1 اوفر 2 بلس ساين 60 ايكوال 3 اوفر 2
يبقى root 3 over 2 times cosine 90. cosine 90 equal 0. equal half plus 0 يبقى equal كام؟ equal half. يبقى الفاينل انسر عندنا sine 150 using sum identity equal half. طبعا في طريقه ثانيه اجيب sine 150 بس هو هنا طلب مني sum identity اللي انا استخدم طريقه السم اللي هم جوه زاويتين. لكن كان ممكن اعمل ايه؟ انا عارف طبعا اللي انتم عارفين ان ال 150 in the second quadrant. طيب والريفرنس انجل بتاعتها كام؟ عباره عن 180 minus 150 يعني equal 30. طيب يبقى معنى كده sin 150 equal sin 30 يبقى equal كام؟ half. صح؟ وكمان هي في السكند كوادرنت السكند كوادرنت الساين بوزيتيف يعني الحاله يطلع بوزيتيف ايه؟ half من غير كالكوليتر. يبقى ده انا استخدمت ازاي عرفت اجيب sin 150 بالطريقه دي او دي، بس هنا طبعا محدد لي ايه؟ sum identity يبقى عايز يجيبها بالطريقه دي. طب لو كان قال لي difference سهله كنت استخدم ايه؟ يبقى sin يبقى sin 180 minus 30 cosine 30 minus sin 30 cosine 180. يلا نشوف الاكزامبل ده. use a difference identity. difference يبقى معناها two angles واجيب السبتراكت بتاعهم. cosine 15 انا عارف بقى 15 ممكن اكتبها ازاي. ايوه في كذا طريقه بس difference ممكن اكتبها ايه؟ 45 minus 30 وممكن استخدمها كده 60 minus 45. كل ده صح لان انا عارف ال 45 وعارف ال 60 وعارف ال 30 وعارف 45. كل ده صح ممكن استخدم اي واحده صح. يبقى اكتب هنا cosine 15 equal cosine 45 minus 30 يبقى ده equal الرول بتاع cosine ايه؟ cosine 45 cosine 30 minus عكس الاشاره تبقى plus sine 45 sine 30 equal انا عارف cosine 45 equal 1 over root 2 او root 2 over 2 times cosine 30. cosine 30 من هنا equal كام؟ root 3 over 2. root 3 over 2 plus sine 45 equal 1 over root 2 times sine 30 equal كام؟ half. بس واحسب ال value عندنا يبقى equal كام؟ هنا root 2 times 2 ناخد common denominator يبقى 2 root 2. هنا عندي 1 times root 3 يبقى root 3 plus 1 يبقى ده الفاينل انسر عندنا. يبقى ده مين؟ ده ساين كوزين 15 يبقى ده الفاليو بتاع كوزين 15. Another example, write the following expressions as an expression involving trigonometric function of x. يعني ايه؟ يعني as ساين x بـ 30 writing as trigonometric function of x بس. يعني لازم تبقى الانجل x بس. يبقى لازم ما يكونش فيه 30 عندنا. طب اعمل ده ازاي؟ نحاول احنا عارفين الروب بتاعنا sin x plus 30 equal sin x ايوه cosine 30 minus cosine x ولا plus؟ لا plus. في السين نفس الاشاره في الكوزين عكس الاشاره يبقى cosine x cosine كام؟ sin 30. تمام يبقى ده equal sin x times cosine 30 root 3 over 2 plus cosine x times sine 30 equal half. Then we can take 1 over root 2 as a common factor. يبقى half common factor. يبقى عندي root 3 sine x plus cosine x. يبقى ده الفاينل انسر عندنا. يبقى كده انا وصلت لمين؟ وصلت ان الساين كان فيه 2 angles جوه الساين خليت بقى فيه انجل واحده اللي هي الاكس بس. يبقى دي معناها ايه؟ trigonometric function of only function of mean x بس. يبقى انا خليت الانجل x بس. طب ب cosine x minus pi over 2 equal ايوه الروت بتاعنا cosine x cosine pi over 2 with inverse sine عكس الاشاره يبقى plus ايوه sine x sine pi over 2 then equal cosine x unknown cosine pi over 2 ايوه تاني pi over 2 اللي هي 90 يبقى هنا البوينت كام؟ 0 1 يبقى الكوزين ايكوال كام؟ 0 بلس ساين اكس ساين باي اوفر 2 اللي هي ايكوال 1 يبقى ذن الانسر فاينل انسر ايكوال ساين اكس ساين اكس. طبعا طبعا لو طالب تاني خد باله ويعرف ايه؟ ان انا عندي اكس ماينس باي اوفر 2 معناها ايه؟ دي الانجل الكوزين الكونجيجيت بتاع الكوزين ايه؟ فاكرين الكونجيجيت بتاع الكوزين؟ ساين
ومجموع لو عندي مجموع زاويتين equal 90 يبقى الحل ايه؟ يبقى دي كوزاين اكس ماينس باي اوفر 2 equal كام؟ ساين اكس. ده رول، لان انا عندي هنا اكس ماينس باي اوفر 2 equal ساين اكس، ده رول عندنا. طيب write the following expressions as an expression involving trigonometric function of theta sine theta minus pi. قال برضه نستخدم الرول، يبقى ساين theta minus pi equal sine theta cosine pi with the same sign يبقى minus cosine theta sine pi equal sine theta unknown cosine pi الباي اللي هي 180 البوينت دي اسمها ايه؟ minus 1 و 0 يبقى الكوزين equal negative 1 minus cosine theta cosine sine pi equal 0 يبقى ده 0 يبقى الانسر equal minus sine theta minus sine theta يبقى sine theta minus pi equal minus sine theta b cosine theta minus 60 equal cosine theta cosine 60 with the same sign minus يبقى minus sine والعكس لا عكس الإشارة sine theta sine 60 equal cosine theta unknown زي ما هي cosine 60 equal كام؟ أيوه half plus sine theta sine 60 equal root 3 over 2 equal half as a common factor يفضل عندي cosine theta plus root 3 sine theta يبقى ده الفاليو بتاعت كوزين ثيتا ماينس 60. طيب use the sum or the difference identity to write each of the following expression as a single cosine. هنا العكس، هو اللي مديني الرولز عباره عن كوزين كوزين ماينس ساين 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 بلس كوزين كوزين يبقى ده ايكوال يلا كوزين كوزين ماينس ساين ساين كوزين كوزين ماينس ساين ساين اللي هي مين؟ كوزين السم كوزين السم يبقى كوزين كوزين ماينس ساين ساين هو مين؟ كوزين السم يبقى كوزين كام؟ عندنا السم عندنا تو انجلز عندنا 2 ثيتا و 3 ثيتا يبقى 2 ثيتا بلس 3 ثيتا ايكوال كوزين 5 ثيتا يبقى طبعا لازم تبقى الانجل دي هي نفسها الانجل دي والانجل 3 ثيتا هنا 3 ثيتا طبعا عشان اطبق الرول عندنا يبقى كوزين 2 ثيتا بلس 3 ثيتا يبقى ايكوال كوزين 5 ثيتا طيب ساين ساين بلس كوزين كوزين برضه كوزين ما هو مش شرط ابتدي بالساين المهم يكون هما الاثنين زي بعض ساين ساين كوزين كوزين يبقى ايكوال كوزين الديفرنس نقطه مهمه بقى الديفرنس هنا مين سبتراكت مين او مين ماينس مين يا ترى 4 ثيتا ماينس ثيتا ولا ثيتا ماينس 4 ثيتا مش هتفرق ليه؟ لان لو عملت 4 ثيتا ماينس ثيتا ذن ايكوال كام كوزين 3 ثيتا طيب لو انا عملتها كوزين ثيتا ماينس 4 ثيتا هيطلع عندي كام؟ كوزين ماينس 3 ثيتا وانا عارف ان الكوزين ايفن الكوزين ايفن بدل الكوزين عندنا ايفن يبقى كوزين ماينس 3 ثيتا الماينس اتشال يبقى عباره عن كام؟ كوزين 3 ثيتا يبقى جاب لي كوزين كوزين ساين ساين الاول او كوزين كوزين الاول مش هتفرق في الاخر ده لو بلس يبقى كوزين الديفرنس اعملها كبير ماينس صغير وخلاص يبقى 4 ثيتا ماينس ثيتا ايكوال كوزين 3 ثيتا use the sum or difference identity sum معناها ان هيطلع ايه كوزين او ساين مجموع زاويتين difference معناها كوزين او ساين difference between two angles to write the following expressions as a single cosine يلا يبقى ده equal cosine cosine plus sine sine عباره عن ايه يبقى cosine difference ولا plus عكس الاشاره الساين نفس نفس الاشاره الكوزين عكس الاشاره يبقى هنا عكس الاشاره minus يبقى عباره عن كام بص هنا ضحك عليا جاب لي 2 الاول وبعد كده 3 مش هتفرق لان احنا قلنا ان الكوزين ايفن فعملت 2 ثيتا ماينس 3 ثيتا او 3 ثيتا ماينس 2 ثيتا هي هي يبقى عامل اكتب اهو 3 ثيتا ماينس 2 ثيتا ايكوال كام؟ كوزين ثيتا لكن لو عملتها مثلا كوزين 2 ثيتا ماينس 3 ثيتا ماينس ثيتا كده كده كوزين ايفن ايكوال كام؟ ايكوال كوزين ثيتا يبقى الفاينل انسر كوزين ثيتا X and Y are two angles in standard position with terminal side in quadrant 2 يبقى عندي في quadrant 2 quadrant 2 انا عارف ان الساين positive بس لكن الكوزين والتان negative طيب if sin x equal 3 over 5 يبقى مديني information هنا ان sin x equal to
3 over 5. And cosine y equal minus 5 over 13. Find the value of sine x minus y. يبقى sine x difference y equal root بتاعنا sine x cosine y عكس بنفس الاشاره يبقى minus cosine x sine y. كويس. طيب تعال نشوف الانفورميشن اللي عندنا. sine x equal كام given 3 over 5 اي 3 over 5 times cosine y given minus 5 over 13 minus cosine x unknown sine y unknown بالنسبه لنا مش معروفين. طب اجيبهم ازاي؟ خلي بالك الx والy two different angle مختلفين. يعني ايه مختلفين؟ كل واحده لها ترانجل لوحدها، كل واحده بجيب لها الساين والكوزين بتاعتها لوحدها. يبقى معنى كده انا هرسم تو ترانجل، واحد للx والترانجل الثاني لمين؟ للy. ايوه تو different ترانجل، مش كل واحد لوحده، مش هما الاثنين في نفس الترانجل. طب x الانفورميشن عندنا ساين x equal 3 over 5، يبقى هنا 3 وهنا 5. يبقى third side عباره عن ايه؟ سكوير روت 25 minus 9 16 يبقى هنا 4. طب second triangle y يبقى هنا مديني information cosine y equal minus 5 over 13 يبقى هنا 13 وهنا كام؟ 5. وطبعا ده يبقى ده كام؟ root 13 squared minus 5 squared equal كام؟ 12. طب من هنا اقدر اطلع المعلومات اللي عندنا. يلا كوزين x يبقى من هنا من الفيرست رانج نجيب كوزين x. كوزين x equal 4 over 5. 4 over 5 بس هو قال لي في السكند كوادرنت. في السكند كوادرنت كوزين نيجاتيف يبقى هنا نيجاتيف. طيب ساين y، ساين y from second triangle بتاع ال y يبقى ساين y equal 12 over 13. بس الساين في السكند كوادرنت equal ايه؟ بوزيتيف عندنا. بس كده يبقى جبت الايه؟ الميزد انفورميشن عندنا. اقدر اعمل مالتيبليكيشن عباره عن كام؟ هنا عندي 5 13 هنا 5 13 يبقى 5 تايمز 13 از ا كومن دينومينيتور. 3 تايمز ماينس 5 ماينس 15 ماينس ماينس تبقى بلس 4 تايمز 12 ايكوال 48 ايكوال ماينس 15 بلس 48 ايكوال 33 ديفايدد باي 5 تايمز 13 ايكوال 65. يبقى if we have two different angle x and y in quadrant 2 then the sine of the difference between the two angles equal 33 over 65. يبقى انا لو عندي two angles الاثنين الx والy في الربع الثاني خلاص وعندي sin x وعندي cosine y اقدر اجيب لكم sin الفرق بين الزاويتين. طلع sin الفرق بين الزاويتين كام؟ 33 divided by كام؟ 65. خلي بالكم الدفرنس between two angles يعني x وy الفرق بينه مثلا مش لازم يطلع في الربع الثاني، ممكن الفرق بينهم يطلع في الربع الاول. طيب مجموع الزاويتين ممكن يطلع في الربع الثاني، في الثالث، في الرابع، يعني مش لازم الناتج يطلع في نفس في نفس الايه؟ الكوادرنت، يعني هنا الاكس والواي هم اللي موجودين في السكند كوادرنت، لكن ممكن الديفرنس يبقى في الفيرست كوادرنت. ممكن السم يبقى في الثيرد كوادرنت، يبقى في الفورث كوادرنت، يبقى الناتج ده ملوش علاقه بالربع ده. تعال نشوف example تاني. X and Y are two angles in standard position with terminal side in quadrant one in first quadrant. الحمد لله first quadrant يعني all positive. If cosine X equal half and sine Y equal one over root two, find the value of sine X plus Y. لو عندي two angles في الربع الأول مجموعهم بيبقى في أنهي ربع؟ ممكن يبقى في أنهي ربع؟ يعني مثلا لو التو انجلز 80 و80 يبقى السم بتاعهم 160 يبقى ممكن يبقى مجموعهم في ربع مين؟ في ربع الثاني عندنا. يبقى متوقع ان الزاويتين يبقوا في ربع او زاويتين صغيرين، يعني مثلا 30 و45 يبقى السم بتاعهم 75. يبقى معنى كده السم بتاع الاثنين دول لا في الربع الاول لا الثاني، يبقى متوقع ان مجموعهم في ربع الاول او الثاني. طب يلا نحسب مع بعض كده. ساين اكس بلس واي equal sine x cosine y plus cosine x sine y. يلا نشوف ايه المعلومات اللي عندنا. sine x unknown cosine y unknown plus cosine x half given sine y given 1 over root 2. Then we want sine x and cosine y. يبقى نرسم two different triangle، واحد ال x واحد ال y.
الاكس عندنا هاف كوزان ايكوال هاف. هاف يعني يعني ده 1 وده 2 يبقى ده روت 3 اللي روت 4 ماينس 1 روت 3. طيب والساين واي 1 اوفر روت 2 يبقى معناها كام هنا؟ يبقى ال 1 وهنا كام؟ روت 2 وهنا 1. ايوه ايوه انا عارف. ممكن حد يقول لي طب ما كوزان اكس ايكوال هاف يعني الانجل دي واضحه ان هي مين؟ ايوه اللي هي كام؟ 60. طيب والساين واي واضحه، ساين واي 1 اوفر روت 2 يعني معناها الواي ايكوال 45 وهما في الربع الاول يبقى 45 و60. ايوه صح، بس احنا بنتكلم ان جنرال لو جاب لي اي ارقام مش معروفه زي الاكزامبل اللي فات. طب يلا ساين اكس، ساين اكس طبعا فيرست كوادرنت يبقى معناها كله بوزيتيف. ساين اكس ايكوال ايوه روت 3 اوفر 2، كوزين واي 1 اوفر روت 2 ايكوال يبقى عندي 2 روت 2 از ا كومن فاكتور يبقى عندي روت 3 تايمز 1 روت 3 بلس 1 يبقى ده الفاينل انسر. يبقى ساين اكس بلس واي اللي انا عرفت ان هي مين؟ 60 بلس 45 اللي هي ساين 105. 105. طيب ليه طلعت بوزيتيف؟ لان طلعت في فين؟ في السكند كوادرانت، لان 105 في السكند كوادرانت بوزيتيف، واحنا متوقعين ان هي التو انجلز في الفيرست كوادرانت يبقى السام بتاعهم لا في الفيرست كوادرانت لا في السكند كوادرانت، فعشان كده طلع السام بتاعهم طلع كام؟ طلع بوزيتيف عندنا الساين بتاعته. طبعا كان واحد تاني يقول لي ايه؟ انا ممكن بدل ما ارسم ترانجل اعمل ايه؟ مش انا عندي كوزين اكس؟ اه عندي كوزين اكس، فانا عارف ان ساين سكويرد اكس بلس كوزين سكويرد اكس ايكوال كام؟ 1، فكوزين اكس جيفن بهاف يبقى ساين سكويرد اكس ايكوال 1 ماينس كوزين سكويرد اللي هي ايكوال 1 اوفر 2 باور 2 1 اوفر 2 باور 2 يبقى ايكوال 1 ماينس 1 اوفر 4 3 اوفر 4. Then we have sin x equal root 3 اوفر 2. يبقى حاجه من الاثنين، لا الطريقه القديمه بتاعتنا نرسم ترانجل او اجيبها بالشكل ده، وعارف ان sin squared y plus cosine squared y equal 1. يبقى اقدر اجيب cosine squared y minus 1 minus sin squared y. ده صح وده صح. طيب كده عرفنا السم اند ديفرنس ايدنتس فور sin اند cosine. طب تعالى نتكلم على مين؟ At 10 sum and difference identity for 10 10x plus y equal 10x plus 10y over 1 minus 10x 10y 10x minus y equal لو ده بلس يبقى ده بلس وده نيجاتيف لو ده نيجاتيف يبقى اللي فوق ده نيجاتيف واللي تحت ايه بلس عكس خلاص عكس بعض زي ما انتم شايفين. طيب معنى كده تاني رول 10x plus y يبقى equal 10x plus 10y يبقى تاني الاول بلس تاني التاني على 1 ماينس حاصل ضربهم في بعض 10 اكس ماينس واي يبقى تاني الاول ماينس تاني السكند ديفايدد باي 1 بلس 10 اكس 10 واي. Write the following expression as an expression involving trigonometric function of x. عايز على شكل ايه؟ واحده بس يبقى اكس بس، عايز الانجل تبقى اكس بس. طب يلا نكتب الروت بتاعنا يبقى 10 اكس بلس واي ايكوال 10 اكس بلس 10 السكند اللي هو 10 واي اللي هو 10 45 خلاص هنا 45 ديفايدد باي 1 ماينس 10 الاول 10 السكند اللي هو 10 45 then equal 10 اكس unknown بلس 10 45 equal 1 احنا عارفين 10 45 1 ديفايدد باي 1 ماينس 10 اكس 10 45 1 يبقى 1 تايمز 10 اكس يبقى 10 اكس خلاص ده الفاينل انسر. يبقى معنى كده ان tan x plus 45 equal tan x plus 45 equal tan x plus 1 على 1 minus tan x. Question number B. يبقى just we substitute by 10. يلا cotan cotan by over 3 minus x. ايه ده؟ احنا ما عندناش رول للcotan. ما انا عارف ان cotan عباره عن ايه؟ 1 over 10. 1 over 10. يبقى انا هعمل ايه؟ احسب ال 10 باي اوفر 3 ماينس اكس وبعد كده اعملها ريسيبروكال اقلبها يبقى هعمل ايه؟ يبقى كوتان عشان احسبها اعمل ايه؟ احسب الثاني الاول يبقى 10 باي اوفر 3 ماينس اكس ايكوال الروت بتاع التان عباره عن ايه؟ تاني الديفرنس يبقى تاني الاول تاني الاول مش تاني اكس تاني الاول يبقى 10 باي اوفر 3 ماينس 10 اكس ديفايدد باي 1 عكس الاشاره بلس تاني الاول باي اوفر 3 تاني التاني اللي هو 10 اكس ايكوال 10 باي اوفر 3 انا عارف باي اوفر 3 اللي هي كام؟
60 عندنا. طيب 60 اللي قصاد هنا كام؟ رو 3 وهنا 1 وهنا كام؟ 2. يبقى التان عبارة عن كام؟ رو 3 over 1. يبقى رو 3 minus tan x divided by 1 plus tan الأول هو رو 3 تاني التاني اللي هو tan x. ده مين؟ tan by over 3 minus x. هو عايز الكوتان. الكوتان هي reciprocal للتان. يعني 1 over 10. يبقى هعمل ايه؟ هعمل reciprocal. هقلب ده. يبقى العكس. يبقى العكس عبارة عن ايه؟ يبقى 4 1 plus root 3 tan x divided by root 3 minus tan x. يبقى ده الكوتان. يبقى الفكرة دي كويسة جدا. لو طلب مني الكوتان اجيب الاول مين؟ 10. وبعد كده اعمل ايه؟ اعمل reciprocal عندنا. اعكس اقلبها. يبقى التان عبارة عن 1 over او الكوتان عبارة عن 1 over التان. طيب يعني معكسه 1 اوفر يعني معكسه بعمل ريسيبروكال. يبقى المقام بس وبس مقام. يبقى كده جبنا الكوتان عندنا. تعال نشوف اكزامبل ثاني. Write the following expressions as an expression involving trigonometric function of theta. tan theta minus pi. يلا tan theta minus pi equal tan الاول يبقى tan theta minus tan الثاني اللي هو tan pi divided by 1 plus tan الاول tan theta tan pi equal tan theta unknown تفضل زي ما هي tan theta minus tan pi ثاني الباي اللي هي 100 اللي هي النقطه دي اسمها ايه؟ minus 1 و 0 يبقى الكوزين minus pi minus 1 والساين 0. طيب والتان عبارة عن y over x يبقى 0 over minus 1 يبقى equal كام؟ negative equal 0. يبقى tan by equal 0 divided by 1 plus tan theta times 0 يبقى equal 0. يبقى tan theta over 1 equal كام؟ tan theta. طبعا المفروض كنت عرفت كده على طول من الأول. ليه؟ لأن أنا عارف إن البريود بتاعت التان equal by. البريود بتاعت التان equal by معناها إيه؟ يعني tan كل ما زود by أو نقص by تطلع theta. يعني tan theta plus or negative k by لو k عدد صحيح belongs to z هيطلع الناتج كام على طول؟ tan theta زي ما احنا عارفين. يبقى tan theta plus pi او minus pi او plus 2 pi او minus 2 pi كل ده يعتبر ايه في الاخر؟ tan theta. زي الساين لما اعمل sin theta plus or negative 2 pi المفروض يطلع كام؟ sin theta. والكوزين طبعا نفس الكلام يبقى كوزين theta. خلاص؟ يعني كوزين theta plus 2 by k طبعا k 2 by k لان انا عارف ان البريود بتاعت الساين والكوزين 2 by يبقى ده هيطلع على طول كام؟ كوزين theta. طيب b عايز الكوتان. عشان اجيب الكوتان بجيب مين الاول؟ اجيب التان واقلبها يبقى 1 over 10. يلا نحسب مع بعض tan theta minus pi over 4 يبقى ده equal تاني الأول tan theta minus tan pi over 4 equal 1 divided by 1 plus عكس الإشارة تاني الأول tan theta tan التاني equal 1 و tan pi over 4 equal 1 يبقى ده tan الكوتان. يبقى كوتان theta minus pi over 4 equal reciprocal للتان اللي هو مين؟ العكس اللي بيبقى 1 plus tan theta divided by tan theta minus 1 يبقى ده الفاينل انسر عندك. طيب كده عرفنا sin cosine التان. طيب تعال نشوف الدبل انجل ايدنتيز. يعني ايه دبل انجل؟ لو الاكس والواي ايكوال يعني احنا التاني نراجع مع بعض كده. احنا اتكلمنا هنا ايه؟ sin x plus y ايكوال كام؟ sin x cosine y plus cosine x sin y. طيب افرض طلعت ان الاكس والواي ايكوال يعني الواي ايكوال اكس. يلا سبستيتيوت الواي باي اكس يبقى عندي الساين اكس بلس اكس. اكس بلس اكس يعني كام؟ يعني 2 اكس ايكوال ساين اكس كوزاين اكس. ايوه ما احنا الاكس بيساوي الواي فسبستيتيوت الواي باي اكس ساين اكس كوزاين اكس بلس كوزاين اكس ساين اكس. طب انا عندي ساين اكس كوزاين اكس بلس كوزاين اكس ساين اكس الاثنين زي بعض يعني يساوي 2 ساين اكس كوزاين اكس. يبقى الرول ده بيسموه ايه؟ دبل انجل. دبل انجل امتى استخدمه؟ لو الاكس والواي ايكوال يبقى ساين دبل اكس ايكوال 2 ساين اكس كوزين اكس. معناه ايه؟ لو عندي انجل 60 مثلا اقدر اجيب الساين بتاع الدبل انجل يبقى اجيب الساين بتاع 2
2 times سكست اللي هي 120. يبقى انا لو عندي ساين زاويه اقدر اجيب لو عندي زاويه اقدر اجيب ساين ده في الزاويه دي كام. الكوزين نفس الكلام، انا عندي كوزين اكس بلس واي ايكوال كوزين اكس كوزين واي ماينس ساين اكس ساين واي. لو احنا عملنا سبستيوت الواي باي اكس يلا عوض عن الواي باكس يعني ايه؟ يعني عندي هنا يبقى تبقى كام؟ تبقى كوزين 2 اكس ايكوال كوزين اكس كوزين اكس يبقى كوزين سكوير دي اكس. ايوه ما احنا عملنا سبستيوت واي بالاكس ماينس ساين اكس ساين اكس يبقى ساين سكوير دي اكس. ده رول مهم. يبقى ده مين؟ الرول بتاع كوزين 2 اكس اللي هو قانون ضعف الزاويه. يبقى انا لو عندي انجل وعايز اجيب كوزين ضعف الزاويه يبقى كوزين سكوير دي ماينس ساين سكوير. طيب ممكن واحد ثاني يعمل ايه؟ يقول لك استنى ده انا ممكن اجيب 100 قانون من دي. ازاي؟ الكوزين سكوير ده عباره عن ايه؟ 1 ماينس الساين سكوير ماينس ساين سكوير. يبقى معنى كده دي بتساوي ايه؟ 1 ماينس 2 ساين سكوير اكس. ده رول كمان. طيب ممكن واحد كمان يعمل ايه؟ يعمل سبستيتيوت الساين سكوير ب 1 ماينس كوزين سكوير، يشيل دي ويكتب بدلها 1 ماينس كوزين سكوير. يبقى عباره عن كام؟ يبقى كوزين سكوير ماينس 1 ماينس ماينس يبقى 2. يبقى ده ايكوال 2 كوزين سكوير اكس ماينس 1. يبقى معنى كده كوزين 2 اكس بتساوي كوزين سكوير ماينس ساين سكوير او ايكوال 2 كوزين سكوير اكس ماينس 1 اور ايكوال 1 ماينس 2 ساين سكوير اكس. كل ده صح. طيب tan 2 اكس تاني انا عارف ان tan اكس بلس واي ايكوال tan x tan y divided by 1 minus tan x tan y. If we change the y by x لو قلنا عن ال y ب x يلا يطلع لي كام؟ يبقى tan x plus x يعني 2x equal tan x times tan y لا plus tan x plus tan y يبقى كام؟ substitute y بال x يبقى 2 tan x. اتنين من tan x ما هتبقى tan x plus tan x divided by 1 minus tan x times tan x يبقى minus tan x squared. ده القانون بتاع التاني اللي هو الدبل انجل. يبقى انا عندي 3 رولز، واحد الساين 2 x وكوزين 2 x وتان 2 x، ده اسمه الدبل انجل. طيب معلومه مهمه ان لازم تبقى دي الدبل بتاع دي. طب اف دي كان اسمها 2 x يبقى دي اسمها ايه؟ ساين 4 x. يبقى معنى كده ساين 4 x ايكوال كام؟ equal 2 sin 2x times cosine 2x. يبقى المهم عندي ايه؟ ان دي تبقى الدبل بتاع دي ودي الدبل بتاع دي طبعا. دي بقى اسمها x يبقى دي 2x، دي اسمها y تبقى دي 2y، دي اسمها 3x يبقى دي 6x. المهم الدبل بتاعها. تعال يعني نشوف examples. يلا if sin theta sin x equal 3 over 4. لو عندي هنا الساين ايكوال 3 اوفر 4 فايند كوزين 2x. كوزين 2x يبقى زي انا لو عارف زاويه عارف ساين زاويه اعرف اجيب كوزين ضعف الزاويه دي كام. كوزين 2x ايكوال ايه؟ الروت بتاعنا كوزين سكوير x ماينس ساين سكوير x. طيب انا عارف اعمل ايه؟ انا عندي الساين بس، يبقى اعمل ترينجل عشان اجيب الكوزين. الساين هنا كام؟ يبقى هنا الاكس يبقى الساين عباره عن ايه؟ يبقى ده 3 وده كام؟ 4. يبقى ده كام؟ روت 4 سكويرد يبقى 16 ماينس 3 سكويرد 9. يبقى روت 16 ماينس 9 يبقى روت 7. طيب يبقى معنى كده كوزين اكس ايكوال كام؟ المجاور ده اللي هو الادجيسنت ديفايدد باي مين؟ الوتر عندنا يبقى روت 7 اوفر 4 اول سكويرد ماينس الساين جيفن اللي هي كام؟ 3 اوفر 4 اول سكويرد. يبقى ده ايكوال 7 اوفر 16 minus 9 over 16 يبقى equal minus 2 over 16 by simplification يبقى equal minus 1 over 8. Then we have cosine 2x equal minus 1 over 8. يبقى انا لو عندي انجل الساين بتاعها 3 over 4 يبقى cosine ضعف الزاويه دي minus 1 over 8. طبعا دي طريقه. ممكن واحد ثاني يقول لي لا انا هعملها كده cosine 2x equal احنا قلنا الرولز الثانيه. ممكن اكتبها ازاي؟ ايوه cosine يبقى كام؟ 2 كوزين سكوير اكس ماينس 1، او يعملها كده 1 ماينس 2 ساين سكوير اكس. طب لو عملنا الاخيره واحد يقول لك انا بدل ما اجيب الكوزين انا عندي جيفن الساين اقدر استخدم ده على طول.
يبقى 1 minus 2 sine became 3 over 4 whole square. يبقى equal 1 minus 2 times 9 over 16 equal 1 minus 2 هنا كام 8 يبقى 1 minus 9 over 8 يبقى equal أعمل كروس يبقى 8 minus 9 يبقى minus 1 over 8 صح كل ده صح خلاص يبقى عندي كوزين 2x equal كوزين squared minus sine squared خلاص ممكن أرسم الترانجل وأجيب الكوزين أو أقدر أعوض عن الكوزين بكام ب 1 minus sine squared x وأكمل المسألة وأحلها عادي Let x be an angle in standard position with a terminal side in quadrant 4. Quadrant 4. الله. طب أنا حدد لي quadrant. ليه المسألة فاتت ما حددش quadrant؟ لأن مش هتفرق معايا الساين بوزيتيف أو نيجاتيف أو كوزين نيجاتيف أو بوزيتيف ليه؟ لأنك أنت الرول فيه squared. يعني بتعمل إيه؟ كوزين squared minus الساين squared. فكده كده الكوزين نيجاتيف أو بوزيتيف أو الساين نيجاتيف أو بوزيتيف بتعملها squared مفيش فرق. لكن هنا قال لي ليه؟ عشان عايز الساين. فالقانون بتاع الساين إيه؟ ساين 2x equal إيه؟ equal to sine x cosine x يبقى في الحالة دي السين والكوزين معهمش squared زي هناك فعشان كده لازم يكون given عندي مين الكوادرانت عندنا طيب كوادرانت 4 ربع الرابع ربع الرابع عندنا السين ايه السين نيجاتيف والكوزين هي اللي مين بوزيتيف عندنا طيب يبقى تعالى نعمل substitution يبقى 2 times sine x unknown مش معروفة بالنسبة لنا cosine x 1 over 3 طب نجيب sine x ازاي نرسم الترانجل بتاعنا انا عندي دي الاكس الكوزين ايكوال 1 اوفر 3 يبقى ده كام روت 9 ماينس 1 ايكوال 8 يبقى ايكوال 2 روت 2 يبقى بعمل ده سكويرد ماينس ده سكويرد تحت الروت يبقى 2 روت 2 يبقى الساين عباره عن كام 2 روت 2 ديفايدد باي 3 بس ده في ربع كام الساين عندنا في ربع الرابع يبقى الساين عندنا ايه نيجاتيف عندنا يبقى ده ايكوال ماين 2 تايمز ماينس 2 روت 2 يبقى ماينس 4 روت 2 ديفايدد باي 9 يبقى ده ساين 2x ده ساين 2x طبعا الاثنين في الربع الرابع الزاويه عندك في الربع الرابع معناها الضعف بتاعها في انهي ربع؟ ما اعرفش ممكن يبقى الضعف بتاع يعني مثلا لو الزاويه دي كانت 300 مثلا فور اكزامبل 300 طيب يبقى الدبل بتاعها كام؟ يبقى 2x بكام؟ لو عندي اف الاكس ايكوال 300 يبقى 2x equal 600 600 minus 300 6 يبقى equal كام 240 يبقى معناه في ربع كام في ربع التالت يبقى ممكن الزاويه اللي في ربع الرابع لما اجيب لها ضعف بتاعها تطلع في ربع مين التالت وممكن لو هي زاويه صغيره مثلا 280 ممكن تطلع في ربع كام التاني وهكذا يبقى معنى كده ما تيجيش في الاخر تقول ايه؟ الساين طلعت هنا نيجاتيف او بوزيتيف ازاي؟ وهي في ربع الرابع لا الاكس هي اللي في ربع الرابع لكن الدبل بتاعها ممكن يبقى ايه؟ في ربع الاول او الثاني او الثالث وهكذا. يلا اف ساين اكس ايكوال 4 اوفر 5 فايند كوزين 2x احنا عارفين كوزين 2x ايكوال كوزين سكويرد اكس ماينس ساين سكويرد اكس أو equal substitute cosine squared يبقى عبارة عن إيه؟ 1 minus sine squared x minus sine squared x يبقى equal 1 minus 2 sine squared x يبقى equal 1 minus 2 times السين given يبقى أنا مفيش داعي أجيب الكوزين 4 over 5 all squared يبقى equal 1 minus 2 times كام 16 over 25 يبقى equal 1 minus 32 divided by 25 يبقى equal اعمل كروس يطلع minus 7 over كام 25 دي طريقة او زي ما احنا قلنا من الاول خالص اقدر ارسم ترانجل هنا اكتب هنا ده الاكس الساين اللي هي تبقى هنا 4 وهنا 5 طبعا ده يبقى كام root 25 minus 16 يعني equal كام root 9 يعني equal 3 طيب يبقى الكوزين عبارة عن كام لو انا استخدمت الروت ده يبقى الكوزين equal 3 over 5 مش مهم نيجاتيف ولا بوزيتيف عشان هعمل ايه؟ اعمل سكويرد ماينس 4 اوفر 5 سكوير يبقى ايكوال 9 ماينس 16 يبقى ايكوال ماينس 7 اوفر 25 نفس الحل طبعا. هنا مديني ساين اكس ايكوال 2 اوفر 3 اند اكس ان كوادرانت 2 في ربع الثاني يبقى الاكس هي اللي في ربع الثاني الاكس في ربع الثاني الله اعلم الدبل بتاعها ممكن يبقى في ربع الثالث او ربع الرابع عندنا. طب يلا ساين 2 اكس sin 2x equal 2 sin x
cosine x يبقى equal 2 times sine equal 2 over 3 الكوزين انا عارف الكوزين في ربع الثاني نيجاتيف طب كام تعال نرسم الترينجل هنا هنا غصب عني لازم اجيب الكوزين لكن فوق لما يطلب مني كوزين 2 اكس ممكن اجيب الكوزين او استخدم الرول هنا اكس يبقى عندي الساين الكوزين عباره عن ايه او الساين جيفن كام 2 over 3 يبقى هنا 2 هنا 3 يبقى ده روت 9 minus 4 يبقى equal root 5 يبقى minus root 5 over 3 يبقى equal 2 times 2 times negative root 5 يبقى minus root 5 over can over 9 خلاص يبقى ده مين sin 2x يبقى انا عندي زاوية في ربع تاني السين بتاعها 2 over 3 خلاص طلع السين ده في الزاوية طلع بالنيجاتيف ازاي نيجاتيف دي في ربع تاني ايوه الاكس في ربع التاني لكن الضعف بتاعها ممكن يبقى في ربع التالت عندي لو الزاويه عندي مثلا كام لو الاكس مثلا اف اكس مثلا في ربع التاني عباره عن كام 100 يبقى الدبل بتاعها كام 200 يعني في ربع مين في ربع التاني فالربع التاني الكوزين بتاعته بالايه او الساين بتاعته بالايه النيجاتيف عندك